تعالوا نروح شوية إلى عالم الكرة اللي ساحر دائما ورموزه اللي طول الوقت هم يعني الرموز، يمكن المثل الأعلى لكثير من الشباب، مدافع برشلونة الأسباني جيرارد بيكي أعلن اعتزاله كرة القدم. الخبر ده مهم جدا لأنه بيكي بقاله 14 سنة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وهو نشأ وبدأ في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر ورجع مرة تانية برشلونة في 2008. اللي نعرفه كمان عن بيكي معلومات وأرقام كبيرة، أنه لعب حوالي 600 مباراة مع البرسا، يعني فاز بعديد وكتير قوي من البطولات في هذه المسابقات. وقبل ما يعلن اعتزاله كان حواليه كده مشاكل كتير، أعتقد أنها شخصية ومشاكل كمان داخل الملعب، من ضمنها كانت خروجه من التشكيلة الأساسية للفريق وفكرة الانفصال الأشهر عن شاكيرا، وقصص كتير عملت جدل حوالين شخص مهم ملهم لكتير أو لملايين من المشجعين. الحاجة الغريبة بقى أنه أعلن عن نيته للترشح لانتخابات رئاسة نادي برشلونة سنة 2026، وفكرة التخطيط المبكر دي يتميز بيها الغرب. خلينا نفهم بقى التفاصيل دي كلها وحياة النجوم دي بعد الاعتزال بشكلها عامل إزاي. متشرفين أنه معانا الناقد الرياضي الأستاذ أحمد فوزي. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل عليك، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. بيكي طبعا يعني بالنسبة لبعضنا هو يعني رمز من رموز الكرة في العالم، لكن ايه كمان اللي ما نعرفوش عن حياة هؤلاء النجوم؟ اولا عايز اسألك عن توقيت الاعتزال، هل ده اعتزال في الوقت المناسب؟ اتى متأخرا؟ لا كان ممكن يكمل يلعب شوية كمان؟ ايه رأيك في هذا التوقيت؟ الحقيقه ان قرار بيكي الاعتزال في نص الموسم كان قرار مفاجئ جدا جدا في توقيت مفاجئ جدا طبعا لان انا منتصف في الموسم، يعني كان ممكن يكون منطقي لو في بدايه الموسم قبل بدايه الموسم ان هو خلاص شايف ان هو كده وصل للنهايه، او لو طلع وقال ان الموسم الحالي هو الاخير ليا في مسيرتي، ده اللي احنا معتادين عليه. انما ان حد يطلع يقول ان انا قررت الاعتزال في نص الموسم وان الماتش الجاي هو اخر ماتش ليا، فطبعا بتبقى شيء مفاجئ، يعني مش ده اللي بيحصل في الطبيعي يعني في كرة. وفي تفسير لده؟ يعني هل تعتقد انه في تفسير شخصي او اداري ممكن يكون وراء هذا الاعتزال المفاجئ؟ ما هو 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 قرار مفاجئ، ولكن اعتقد ان هو قرار سليم برضه. ليه؟ لان بيكي فعلا وصل لمرحله من سوء المستوى الفني ما قد يتسبب في محو تاريخه اللي صنعه واللي حضرتك بتتكلمي عنه على مدار السنوات الماضيه. جيرارد بيكي انا بعتبره واحد من انجح المدافعين في التاريخ، يمكن هو مش في صلابه مالديني ونيستا وابشتام والاسماء التاريخيه اللي احنا معتادين عليها من طفولتنا، وان هي صنعت ارث من في كره القدم وشعبيه كبيره كمان للعبه وللكره الدفاعيه مش بس لنفسها، ولكن بيكي اذا نظرت لارقامه واذا نظرت لدوره كمان في تحقيق البطولات اللي حققها هتلاقي ان هو مفيش حاجه ما خدهاش، هتلاقي انه مع برشلونه اخذ 3 دوري ابطال اوروبا واخذ 4 بشكل عام اذا اضفنا دوري ابطال اوروبا اخرى احرزها مع مانشستر يونايتد، هتلاقي انه حقق كاس عالم ويورو مع منتخب اسبانيا، ان هو تاريخ اسبانيا كله تقريبا في كره القدم، هنلاقي ان هو حقق بقى عدد القاب لا يحصى من البطولات سواء مع مانشستر يونايتد او مع برشلونه بعد ذلك. ما هو انا فاهم حضرتك استاذ احمد ده فيما يخص تاريخه، لكن انا عاوز اسال حضرتك حاليا، هل تقدر تصنف انه بيكي في قمه تالقه فده توقيت مناسب للاعتزال؟ لا طبعا، انا كنت لسه بتكلم ان هو وصل لمرحله من السوء قد تمحو تاريخه، عشان كده هو قرار سليم. بالتالي لا طبعا، هو حاليا هو حتى مش من افضل المدافعين في برشلونه، مش هنقول في العالم، عشان هو لما قعد مع تشافي قبل الموسم فكانت القعده ان هو انت المدافع الخامس عندي في الفريق. طيب في خبر كده يخص حياته الشخصيه، هل برضو تعتقد ان هو السبب وراء تراجع مستواه أو قراره بالاعتزال فكرة تعاقد برشلونة مع سبوتيفاي والأخبار أنه في لوجو يخص زوجته السابقة أو شاكيرا؟ هل الموضوع شخصي للدرجات دي، وهل ممكن أن تسير الأمور هكذا في عالم المحترفين جدا اللي احنا دايما بنبص ليهم على أنهم مثل في الاحتراف؟ طبعا مفيش حاجة اسمها ان هو بسبب تعاقد برشلونة مع سبوتيفاي فبيكي قرر اعتزاله. في سبوتيفاي
حاطه او هتحط اللوجو بتاع شاكيرا على التيشيرت، وقبلها كانت حاطه مثلا المغني اللي هو ديريك على التيشيرت برضه في مباراه الكلاسيكو امام ريال مدريد. ده عقد مبرم ما بين النادي وسبوتيفاي من قبل حتى ما بيتي ان هو انفصل عن شاكيرا. ولكن قد طبعا يكون الانفصال في حد ذاته احد اسباب تراجع مستوى بيتي ده، ربما لان في الاخر هو لاعب الكوره بشر، فلما البشر بيكون عندهم مشاكل شخصيه اكيد ده بينعكس على حياتهم المهنيه، ملهاش علاقه بقى اللاعب محترف ولا لا، في الاخر كلنا بشر. فطبيعي ممكن يكون سبب ولكن مش التعاقد مع سبوتيفاي طبعا. اعتقد ان بيتي في النهايه هو ذكي ان هو اختار ان هو يحتفظ بما لديه من تاريخ، وان هو يقرر الاعتزال حاليا لكي يحتفظ بشعبيته ويخطط للمستقبل زي ما حضرتك قلتي من شويه، ان هو ما يخطط لرئاسه برشلونه، وهذا الامر بيتحدث عنه بيكي منذ سنوات، حتى جماهير برشلونه دايما ما كانوا بيتكلموا عن بيكي بيقولوا رئيس النادي المستقبلي بسبب لغته في التصريحات اللي بتتميز بالانتماء قوي لبرشلونه، وان انا لن العب الى برشلونه والمعاداه لريال مدريد، الامر اللي بيحبه طبعا جمهور برشلونه. فكلها امور بيخطط ليها بيكي منذ سنوات، اللي ناجح جدا عامه على فكره بعيدا حتى عن الكوره في حياته المهنيه، بيمتلك نادي في اسبانيا وبيمتلك شركه تسويق كبيره جدا، فهو شخص يبدو ان هو كمان واعد اداريا مثلما كان واعد كلاعب كره وكمدافع، وحقق العديد من الانجازات في مسيرته. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فوزي، والحديث عن نجوم صنعوا تاريخ عظيم في عالم الكره لا يخلو من كتير من القصص الجانبية، ولما بنسمع كده تراجع مستوى لاعب عظيم بحجم بيكي بيخلينا كمان نقول قد إيه قدرة الشخص على إدارة نفسه وعلى الحفاظ على تألقه وعلى العودة مجدداً. معرفش ليه كل ما تيجي سيرة لاعب في العالم أو تيجي سيرة المثابرة والاستمرار والتألق نقول ربنا يحمي محمد صلاح برضه.